مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار الثقافة من تلفزيون سلطنة عمان وفي أبرز عناوينها. إنجاز جديد للمسرح العماني في مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي في الإسكندرية. إصدار جديد للدكتور حميد السعيدي في مجال التربية والمواطنية. مسفات العبريين مقومات سياحية وثقافية جذابة بمحافظة الداخلية. أهلا بكم إلى التفاصيل. في قصر الثقافة بالإسكندرية أسدل الستار على مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي في دورته 11، حيث حققت السلطنة ممثلة في فرقة مازون المسرحية المركز الأول وعدة جوائز فردية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. لطالما كان المسرح مرآة الشعوب ومنبر الأمم للتعبير عن دواخلها، ومن هنا من أرض السلطنة انطلقت سفينة فرقة مسرح مازون لتعبر البحار على خطى الأجداد إلى أرض الكنانة، وبالتحديد على مراسي الإسكندرية، لتحمل معها الثقافة والفن العماني عبر مسرحية مدق الحنة في مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي بمشاركة عربية وأجنبية، والذي شهد في ليلته الختامية فوز السلطنة بالمركز الأول كأفضل عرض مسرحي متكامل. جائزة أفضل عرض مسرحي مركز أول مدق الحناء عمان. كما حقق أبناء السلطنة في هذا المهرجان الدولي عدة جوائز فردية، حيث نال المخرج يوسف البلوشي جائزة الإخراج، وذهبت جائزة أفضل أزياء للمصمم طارق كوفان، بينما حصل الصلت السيابي على جائزة المركز الثاني كأفضل ممثل دور ثاني، وحقق يوسف الحارثي المركز الثاني كأفضل مؤثرات صوتية. وشهد الحفل الختامي تكريم الفنان المصري القدير أشرف زكي نقيب الممثلين ونخبة من الفنانين العرب، تقديرا لمسيرتهم الفنية في مجال المسرح والثقافة. أصدرت دائرة سائر المشرق في بيروت الطبعة الأولى لكتاب التربية والمواطنية في الأنظمة التعليمية العالمية للدكتور حميد بن مسلم السعيدي، ويهدف الكتاب إلى قراءة وتحليل البرامج التربوية في مجال المواطنية، كما يسعى للتعريف بمضامينها ومداخلها. ويتكون الكتاب من فصلين، الأول بعنوان الاتجاهات العالمية والعربية في التربية والمواطنية، والفصل الثاني يحمل عنوان التربية والمواطنة في النظام التعليمي في سلطنة عمان. ويعد هذا الإصدار الرابع للكاتب في مجال التربية والمواطنية. تتمتع قرية مسفات العبريين بولاية الحمرة بمقومات طبيعية وتاريخية جذابة، وهو ما يجعلها أحد أهم المقاصد السياحية في محافظة الداخلية. عندما تقترب من مسفات العبريين بولاية الحمرة تجذبك البصمات العمانية لهذه الحارة العتيقة وبيوتها المتلاصقة، وعندما تتعمق كثيرا إلى الداخل تجد الحداثة والتطوير لمشاريع سياحية أضفت للمكان رونقا آخر. لا زالت ثقافة استثمار البيوت الأثرية حاضرة في أفكار الشباب، تعزيزا ودعما لقطاع السياحة، لا سيما مسفات العبريين التي يستثمر فيها المنازل القديمة كنزل تراثية وإضافة لمسة حضارية لبعض مرافقها كمقاه عصرية. صراحة المنظر الجميل يقودك عدة مرات، يعني الوصول لهذا المكان، المناظر الطيبة تشدك، ما شاء الله البيوت القديمة، الآثار كذلك. وكل ما أحد من أخوة الزملاء من خارج المنطقة وصل عندي قبته إلى هذا المكان.
متعة يجدها الزائر بوصوله إلى المسفى، يستمتع فيها بروح المكان وذاكرته، سواء بتجربة العيش التي تعكس تجربة فريدة على امرئة القدم، أو الاستمتاع بتناول القهوة والشاي بمختلف مذاقاتها وسط الإطلالة الأخاذة للمكان والجو اللطيف. إضافة النزل التراثية والمقاهي هي جاذب سياحي للسياح، مجيئك إلى هذا المكان وتشرب الكوب شاهي هو يعتبر راحة نفسية. منطقة صراحة يبين عليها المجهود ممتازة جدا، أول مرة صراحة حضر هني، وكذلك اللي هي لإدارات المشاريع العمانية صراحة جدا ممتازة. أشجع أي شخص أو أي مواطن هني موجود أو سواء من قريب أو من بعيد، حتى لو من الغريمة حتى من أهل صور يحضروا، صراحة مكان ممتاز جدا. قيمة مضافة للسياحة العمانية تغذي ثقافة السياحة الأثرية وتعزز فرص عمل للشباب العماني، وتشجع مثل هذه المبادرات المبتكرة وتفعل مقوماتها. بمشاركة عدد من النحالين من مختلف محافظات السلطنة، نظمت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه منافذ تسويقية لبيع منتجات العسل خلال الفترة من 24 إلى 31 من شهر أغسطس الجاري. وتهدف هذه المنافذ التسويقية إلى إتاحة الفرصة للنحالين للتعريف بمنتجاتهم، وفرصة للمستهلكين الراغبين في شراء العسل بكل يسر وسهولة. هو معجزة الشفاء ويطلق عليه الغذاء المعمر، إنه العسل الطبيعي، أحد المنتجات الطبيعية التي تشتهر السلطنة بإنتاجها وتصديرها. المنفذ التسويقي الذي نظمته وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لبيع منتجات العسل في المجمعين التجاريين مسقط جراند مول وعمان أفينيوز مول، والذي سيستمر إلى 31 من أغسطس الجاري، واحد من أهم المنافذ التي تقيمها السلطنة بهدف تعريف الجمهور بمنتجاتهم العسلية المحلية المختلفة. شاركنا في سوق العسل العماني 8 مشاركات، وشاركنا كذلك في منصة شهد للتسويق الإلكتروني، وشاركنا مشاركتين في منافذ البيع التسويقية التي قامت فيها الوزارة مشكورة، وكذلك الحمد لله رب العالمين صارت فيها مبيعات مقبولة في هذه الفترة. بيئات جغرافية متعددة ومناخات موسمية تتباين فيها سلالات النحل بالسلطنة أشهرها أبو طويق، وتتنوع فيها أصناف العسل بمختلف ألوانه ونكهاته واستخداماته، حيث شارك عدد من النحالين من مختلف محافظات السلطنة مقدمين تجربتهم في تربية النحل واستخراج العسل بأنواعه كالبرم والسدر واللبان والزهور وصناعاتها المختلفة. سنة شاركت بالعسل السمر نوعين، عندي العسل العضوي اللي هو من مستخلص من الشمع الطبيعي، وزهور وسدر فقط. أمن غذائي وقيمة اقتصادية يشكلها قطاع تربية النحل للنحالين، حيث بلغت الكمية المباعة في العام الماضي 5 أطنان من العسل بقيمة قاربت 70,000 ريال عماني. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. حافلة برمائية تجذب المهتمين بالثقافة والسياحة في باريس. We'll be right back.
أهلا بكم. كنوع من الجذب السياحي والثقافي تم في العاصمة الفرنسية باريس تحويل حافلة إلى مركبة برمائية سياحية في نهر السين، لنقترب أكثر من هذا المشروع من خلال هذا التقرير. يبدو المشهد كما لو أن هذه الحافلة انحرفت عن مسارها وانزلقت في نهر السن، بينما يطلق بعض الركاب صرخات، لكن عندما هدأ سطح المياه تبين أن الحافلة تنساب بهدوء فوق صفحة النهر. هذه في الواقع هي أحدث مصادر الجذب السياحي في العاصمة الفرنسية، وهي عبارة عن حافلة برمائية تسير في شوارع المدينة ثم تتحول فجأة إلى قارب سياحي يسير داخل النهر. الحافلة الجديدة تديرها شركة تحمل اسم كانار دو باري أو بط باريس، ويقول مشغل هذه الحافلات إن هذه أول مركبة برمائية تحصل على ترخيص لنقل السائحين على الطرق وفي الممرات المائية في باريس. وتحدث بول ميشيل رئيس الشركة والمشارك في تأسيسها عن وسائل الأمان داخل حافلة بط باريس، قائلا إنها مزودة بسترات وأحزمة للنجاة وكل عناصر السلامة اللازمة للإبحار في النهر. وأضاف أن سقف الحافلة مرتفع بصورة ملحوظة بالمقارنة مع الحافلات التقليدية كي يكون أبعد ما يمكن عن الماء، وذلك بهدف ضمان سلامة الركاب. وأبدى ركاب الحافلة سعادتهم بالتجربة، وخاصة الأطفال، ومن بينهم مارسيل بينو البالغ من العمر 8 أعوام والذي استقل الحافلة مع والدته، حيث قال إنها مختلفة للغاية عن غيرها من القوارب والحافلات وإنها مزيج من الاثنين. وفي واحدة من الجولات السياحية التي تعمل منذ الصيف الحالي، استقل الركاب في الأسبوع الحالي هذه الحافلة في جولة لمشاهدة المعالم التي شملت قوس النصر وبرج إيفل، لكنها في وقت لاحق تحولت إلى قارب لتطفو على سطح نهر السن. وتستخدم الحافلات السياحية البرمائية والمعروفة باسم البط منذ أعوام لنقل السائحين في مدن أخرى في مختلف أنحاء العالم، وغالبا ما تكون زوارق عسكرية يجري تعديلها. وفي ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: إنجاز جديد للمسرح العماني في مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي بالإسكندرية، إصدار جديد للدكتور حميد السعيدي في مجال التربية والمواطنية، مسفاة العبريين مقومات سياحية وثقافية جذابة بمحافظة الداخلية. نشرتنا انتهت، ونلتقيكم بإذن الله في نشرة أخبار ثقافية قادمة. تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.